متواصلين مع جديد الفقرات ونوهتها قبل الفاصل الغنائي وحنتحدث عن واحدة من الأعمال الطوعية في السودان اللي بقت موجودة ومنتشرة مؤخرا في كل أرجاء السودان. يمكن دي واحدة من الحاجات اللي بتأكد تكافلنا وتعاضدنا اجتماعيا في السودان. سعيدة جدا أنه يكون معي في مساحة مختلفة وفكرة مختلفة اسمها تداعي لجمعية تداعي من خلال ضيفة عزيزة الأستاذة ندى عبد الله رياب. أنا مرحب بيكي وهي المدير العام لجمعية تداعي. أهلا ومرحبا بك. مرحبا بك أستاذة ومرحبا بقناة الشروق. أهلا بك نورتينا. ويعني تداعي اسم جميل جدا، يعني أنا من خلاله بقدر أفكر كيف إنه الناس قعدت واجتمعت وفكرت إنه تكون جمعية ويكون اسمها تداعي والهدف منها دعم أطفال السرطان. تداعي جات من حديث الشريف تداعى له سائر الجسد من السهر والحمى وأسسوها شباب وقعدوا قعدات طويلة عشان يجي الاسم ده. ومن تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى من تجمع المجتمع حول الطفل المصاب والدعم. صحيح. وكثير من المسميات اللي بتجي في الإطار بتاع العمل الطوعي. العمل الطوعي صحيح. وأنا قبل في البداية قلت تعاضد ويعني تراحم. أيوة وتراحم وتواصل وإحساس بالآخر. ويعني مرض السرطان حمان الله وإياك وكل المشاهدين مرض خطير جدا، محتاج إنه إحنا نفهم كيف نتعامل معه، كيف نقدم الدعم والمساعدة لمريض السرطان خصوصا إذا كان طفل. يعني أنا بعرف إنه دائما إنه فكرة إنه أنا أقدم الدعم والمساندة التحفيز النفسي بيقطع عليه 50%. خلينا نتكلم عن الأهداف برضو لجمعية تداعي. تداعي واحدة من الجمعيات اللي تأسست أو بدت من 2005 كمبادرة، ثم تأسست في العام 2007 وسجلت في مفوضة العون الإنساني، وأسسوها شباب مهموم بقضية أطفال السرطان. واحدة من أهدافهم الوقوف مع الأطفال اللي بيجوا من الولايات وتقديم العون لهم، سواء كان عبر الإيواء أو تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية. تمام. خلينا طيب إذا كانت الفكرة إنه أنا أخدم إنسان الولاية بصورة خاصة وإنسان السودان بصورة عامة برضو، خلينا نتكلم عن يعني أولى البرامج اللي ممكن تكون نفذتها الجمعية يعني على إثر هذه التداعيات أو هذه التداعية أو الجمعية. طيب نحن خدماتنا قدمناها في شكل بتاع مشاريع. واحدة من المشاريع الأولى اللي قدمتها تداعي مشروع الرعاية الصحية والاجتماعية، وفيها تفاصيل كثيرة من التحاليل والفحوصات والتشخيص والأدوية المساعدة، حتى الجرعة يعني في بعض الأحيان بتوفر عبر المشروع اللي هو مشروع الرعاية الصحية. بعدها كان المشروع بتاع الإيواء والسكن واللي هو تنفذ في منذ العام 2009، وكان عبارة عن تسكين الطفل المصاب والمرافق بتاعه في لقندات وسط الخرطوم، إلى أن تأسس المشروع في العام 2010 واللي سمى بمشروع استراحة أطفال الولايات. ده كان في الأول. أيوة. وكان في الأول هو طبعا شغال من غير اسم، يعني من غير تسجيل رسمي وكذا. طيب في الفترة دي كان شكل النشاط كيف قبل التسجيل الرسمي، قبل 2005 تحديدا؟ نحن كنا بنقدم خدمات. أول بداية كانت بدايتنا في أنه الناس تخش وتجمع معلومات عن المرض، عن الحاصل بالضبط شنو. يعني الناس كانوا شباب في بداية مراحلنا الدراسية، فكنا محتاجين نعرف معلومات عن السرطان، عن الشيء الحاصل شنو في مستشفى الزرة. الناس خشت ولقت الدعم المباشر دي من أهم الحاجات المحتاجة الطفل المصاب والمرافق، باعتبار أنه مستشفى الزرة من أكبر المستشفيات في أفريقيا منذ العام 2009. وأصلاً المبادرة جاءت لبناء مستشفى لسرطان الأطفال، لكن لما دخلنا مستشفى الزرة لقينا الحوجة للدعم المباشر للأطفال والمرافق من الزرة. أيوة. فبدينا نعالج الإشكالات الحاصلة من توفير الأدوية المساعدة، التحاليل، الفحوصات،
حتى مرات مثلا الجرعات بتكون منعدمه يعني ما موجوده من فتره، حتى بمسميات يقول لك جرعه هنديه جرعه المانيه يعني كذا، فالمريض واهل المريض بيكون في تخوف حتى من نوع الجرعات اذا كانت ما متوفره. بالضبط كده، يعني كان الحوجه الادويه المساعده برضو من الاحتياجات المهمه باعتبارها هي مساعده للجرعه ذاتها، لانه بيحصل مثلا للطفل بيحصل انتكاسات بيحتاج للدواء المساعد عشان يرفع المناعة. صحيح، لأنه يعني الدواء بنزل أيوة. المناعة. نعم. صحيح، وأنا بعرف أنه برضو يعني دواء المناعة تكلفته عالية جدا. بالضبط كده، الأدوية المساعدة غالية شديد يعني خاصة في السودان، نسبة الكوست بتاعها عالي، الجرعة برضو يعني برضو الكوست بتاعها عالي شديد في السودان. يعني أسعار تكون صعبة، بنوفرها بنجيبها من مصر. يعني بنحاول مع المتطوعين الموجودين في مصر يوفروا علينا. يا سلام، ده كلام جميل. انتوا ناس جميلين على فكره. احنا لما نكون بنحزب الاخر، انا بفتكر انه دي واحده من الجمعيات المميزه والمهمه في السودان، لانها بتدعم اطفال السرطان. اطفالنا هم اكبادنا، يعني الاطفال هم اللي احنا بنبني عليهم الامال. فاكيد اي زول زي استاذه ندى او اي شخص اخر بيكون ضعيف جدا قدام طفل هو مريض، وحتى ما عارف حيثيات المرض او ما عارف هو حيوديه لوين. انا بدعم الفكره جدا، بايده جدا من خلال قناه الشروق ومن خلالي بصفتي الشخصيه. خليني برضو اجيب عن حاجه مهمه جدا، الناس في الولايات كيف يتوصلوا الى تداعي؟ كيف انتم برضو بتقدروا تحصروا الناس الموجودين في الولايات؟ طيب، نحن بنعمل بتنسيق تام مع قسم الاطفال. نعم. من خلال القسم بتاع السايكولوجي، بتنسيق تام معهم، بيصل المريض مستشفى الذرة أو قسم الأطفال. من خلال قسم السايكولوجي بيصلوا لتداعي لحوجة من الاحتياجات المهمة، تحاليل، الفحوصات، السكن. فبكون في تنسيق تام بيننا وبينهم عشان يصلنا الطفل يصل تداعي. ما بنستقبل طفل مباشر إلا عبر قسم الأطفال بمستشفى الذرة. لازم يعني. أيوة لازم، عشان يكون في شنو يعني نوع من الاحترافية في العمل. أيوة نعم، ما تكون في جوطة، وقد يكون لو يعني ما في تنظيم أو سيستم ممكن مثلا يكون في عدد من الناس كبيرة جدا، أو مثلا العلاج ما متوفر، الترحيل ما متوفر، السكن ما مهيأ لأعداد كبيرة. خلينا نقف في الحتة تحت السكن دي ونتكلم عنها. تهيئة المكان بالنسبة لمريض السرطان، قبل تكلمنا عن أنه 50% تحفيزية، هي إحنا كده بنكون قسمنا نص المسافة. نعم. نحن واحدة من المشاريع المهمة بالنسبة لنا، وكانت مشكلة حقيقية. أطفال بيجوا من ولايات السودان المختلفة البعيدة البعيدة وأطراف الولايات، يعني يا سلام. ما عندهم سكن في ولاية الخرطوم، أو قد يكون عندهم سكن لظرف ما يقدروا يقعدوا أو يكونوا مع أهاليهم. ففي الحتة دي نحن بنكون يعني سند لهم في أنهم يصلونا، موفر لنا السكن. نعم. ولضمان شنو؟ واحدة من الحاجات الأساسية اللي نضمن إنه يأخذ الجرعة في الزمن بتاعه، التغذية بتاعته تكون متميزة، لأنه إحنا أصلاً مهيئنا عشان يعني يأخذوا كافة الراحة. بعد ما يأخذ الجرعة لازم يكون مرتاح، الغذاء بتاعه يكون متوفر بشكل كويس. منتظم. دي من منتظم، وأنا بعرف إنه وأقدر أرحله في زمنه. دي كلها الحاجات انا بسمع انه برضه في لابد من توفر نوع معين من الاغذيه. ايوه، والامتناع عن نوع معين اخر من الاغذيه. ايوه نعم. فدي ثقافه في العلاج. دي ثقافه من الثقافات في التغذيه. اي في التغذيه. والطفل المريض بيكون في طبيب تغذيه مثلا. نحن بننسق برضه مع يعني جزاهم الله خير ناس قسم الاطفال عندهم قسم بتاع تغذيه، نحن بنستقيم معهم تماما في قصه التغذيه، في قصه دخول الاطفال. دي كلها بتنسيق تام مع قسم الاطفال بمستشفى الاورام الخرطوم. ده في حاله وجود العلاج يعني. أيوة او مع بدايه العلاج. طيب احنا دارين نتكلم عن حالات شوفيه. نحن طبعا بدايتنا كانت مبكره، منذ 2007 تسجيل رسمي، فكان يعني عدد الاطفال موجودين عندنا بنسبه كبيره، وعندنا يعني حالات شفت تماما، يعني بدوا معانا في مراحل مبكره. عندنا ناس تخرجوا من الجامعات.
موجودين حالياً متواصلين معانا يعني من 2005 او 7 فعلا يكون أيوة تخرج من الجامعه. ايوه تخرجوا من الجامعه تقريبا قبل سنه ولا سنتين. في ناس اتزوجوا يعني في حالات شفيت. ونحن كتداعي برضو واحده من الحاجات اللي اهتمينا بها التوعيه مبكر شديد. اشتغلنا مبكر. نعم. ايوه اشتغلنا من 2007 في المدارس الاساس والثانوي والجامعات والاحياء والولايات في باعتباره لرفع الوعي بمخاطر مرض السرطان. فكان طبعنا عدد من الكتب السرطان مرض قابل للشفاء، كيف تحتني بطفلك المريض، دي واحدة من المطبوعات اللي عملتها تداعي لنشر ثقافة. أنا بفتكر إنه مكافحة المرض. هنا الأمهات أو الآباء هم الأولى بإنه يكون في عنده في توعية لهم عشان يقدروا يتعاملوا أيوة مع المريض بصورة أيوة صحيحة فيها إيجابية أكثر. يعني لأنه دائما إحنا نلقى الأمهات خلاص الواحدة بتخاف تخيل طفلها هذا خلاص حيموت اليوم واحد، لكن إحنا كيف نقدر ندعم الجانب النفسي بالنسبة لمريض السرطان وكيف نقدر نتعامل معاه؟ وطالما في جمعيات بالفكرة دي زي تداعي إن هي ممكن توفر لي حاجات كثيرة ومعينات كثيرة، أنا لازم أكون على استعداد إنه أتقبل قسمة ربنا. يعني خلينا نتكلم عن مشروع زي ده. أنا بفتكر إنه هو مشروع طوعي كبير جدا. نعم. وما شاء الله يعني أنت قلتي في أطفال تخرجوا من الجامعة، الفترة دي كلها محتاجة لدعم طالما في ترحيل وفي سكن وفي جرعات. يعني هاي في ناس بتتطوع لكن لابد من توفر أيضا دعم مادي عشان يخدم المراحل العلاجية أكيد يعني أو تمويل بالمعنى الصحيح. أيوة تداعي من بدايتها اعتمدت على الخيرين، وأول المؤسسين ذاتهم هم أصحاب الفكرة كانوا الداعم الأساسي لتداعي. بعد ذاك اتطورت الفكرة وتوسعت وبقى عدد الخيرين اللي بدعموا تداعي في كل جوانب برامجه. يعني عدد كبير من أهل السودان والسودان بخيره يعني الحمد لله. يعني الخيرين بيدفعوا قصاد الأغذية قصاد الجرعات قصاد الترحيل بنسبة عالية جدا يعني. الحمد لله كل مشاريعنا محتمدة على الخيرين. نقدر نقول المشروع ده لقى النجاح يعني وجد أيوة النجاح والقبول والدعم. اليوم العالمي لمكافحة السرطان يمكن هو واحد من أهم الأيام يعني اللي هي دائما الناس بتنتظره، من أهم برامج تداعي. أيوة. اللي هو بيكون في بيبدأ من 14 فبراير. نعم. ونظمته الاتحاد الدول لمكافحة السرطان على مستوى العالم. في السودان أول جمعية أو منظمة قامت بتنظيمه الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان في العام 2009 كمبادرة قامت بها ونظمت المبادرة، وفيها فعاليات كثيرة. من أهم الفعاليات التوعية بمخاطر السرطان، وبنستهدف بها عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسات الخاصة والحكومية والأحياء والولايات. وحملات التبرع بالدم باعتباره دي من أهم البرامج، لأنه مريض السرطان سواء كان كبير ولا صغير محتاج ل محتاج لمناعة علاج مناعة ودم محتاج للدم بشكل أساسي. برضو واحدة من الفعاليات المهمة الميرثون النيل واللي هو كان امبارح يوم 11 فبراير، ودي فعالية كبيرة وفيها رسائل للمجتمع لرفع الوعي بمخاطر السرطان. وبرضو عندنا فعالية نحن يعني نهتم بها شديد اللي هو المنتدى العلمي أو التفاكر العلمي، بكل مرة بنختار له عنوان سندي مختارين له التشخيص، تحدي التشخيص لأنه فيه مشاكل كثيرة وبتأخر التشخيص بتاع المرض. برضو بنختم بيوم ختامي بنحاول ندعو فيه كل المهتمين بالأطفال والطفولة والفنانين والشعراء وكل شرائح المجتمع بنختم به وبرامجنا. برضو في إحنا عندنا فروع بتشتغل نفس البرامج دي ولاية الجزيرة، وعندنا برضو فيها استراحة بتستقبل الناس اللي بيجوا من الولايات الوسطى وأطراف الولاية كمركز كده يعني. أيوة. وعندنا فرح في مدينة دونقلة معني بيه والشغل بتاع التوعية، وعندنا فرع مؤخرا في ولاية النهر نهر النيل بمدينة شندي باعتباره فيها برضو مركز أورام.
يعني هناك بتقدموا مثلا التوعية، تفاصيل ممكن يهتم بها الشخص قبل ما يصل مرحلة المرض. أيوة نعم بالضبط كده. ممتاز. طيب أنا داري أتكلم عبر مشروع كبير جدا اللي هو برنامج أو مشروع التوعية المستدامة. طيب ده مشروع كبير كونه يكون في مراكز للتوعية في ولاية السودان المختلفة، وده الأهم. أيوة نعم. إحنا دائما بنقول إنه إنسان الولاية هو الأولى بإنه يأخذ المعلومة والفائدة، يعني إحساس كده بالتضامن مع إنسان الولاية، لأنه هو دائما مثلا خصوصا الحتات الطرفية قد يكون بعيدا عن التعليم، بعيدا عن الصحة، بعيدا عن التفاصيل اللي هي من أساسيات حياة المواطن السوداني. طالما في فكرة زي دي وفي مراكز مختلفة للتوعية، أنا بفتكر إنه أو بحتقد إنه هنالك تدريب للكادر اللي بيعمل الحاجة دي. كيف بيتم التدريب؟ نحن الحمد لله يعني عندنا عدد أو مشروع نحن بنسميه مشروع اللي هو مشروع المتطوعين، اللي هو بيحيو عدد من المتطوعين بتخصصات مختلفة، طلاب جامعات، خريجين، أطباء، مهندسين، دي اللي نحن بندربهم في الشغل بتاع التوعية. إحنا على الشاشة برضو عندنا صور ظاهرة أنت ممكن تشوفيها معانا. أيوة. برضو بتحكي عن التوعية، بتحكي عن أتخيلي دي في الولايات صح؟ والله ده تقريبا ده البرنامج حق مبارح اليوم العالمي. اليوم أيوة. العالمي اللي هو مارسون النيل. زي ما قلت لك فيه بنهتم برفع التوعية، رفع التوعية بمخاطر السرطان، وفيه رسالات للمنظمة، فيه رسالة للمنظمات والحكومات والأفراد بأنه مريض السرطان محتاج لدعم المجتمعات. بالتأكيد. أيوة. بالتأكيد. خلينا أخيرا كده وإحنا بنلملم حوارنا، فكرة زي تداعي فكرة جميلة، وأنا يعني صراحة برفع لها القبعات تقديرا واحتراما. شكرا. أكيد عندها خطط وبرامج مستقبلية لدعم مريض السرطان خصوصا أطفالنا. أكيد يعني في كثير من المشاريع الموجودة، منها مراكز التشخيص المبكر اللي هي بنستهدف بها عدد من الولايات، في برضو مشروع الدعم النفسي، وزي ما قلت لك نسبة الدعم النفسي للمريض بتمشي ل60%، فنحن بنهتم بالجوانب دي، وعندنا كثير من المشاريع الموجودة الناس ان شاء الله حتعمل بيها في 2023 ان شاء الله. انا سعيدة بك جدا استاذه ندى عبد الله دياب في هذا المشروع الكبير الضخم اللي ابتدى من العام 2007 بصوره رسميه لمكافحه السرطان لاطفال السودان. شكرا لحضورك معنا. على فكره ندى دي هي درسة القانون والتقنيه، ولكن حبها للعمل الطوعي دفعها في هذا المجال، واحنا دائما بنقول انه المراه السودانيه هي موجوده في كل المحافل الانسانيه، هي قادره على العطاء، وخصوصا الأمهات الموجودات في كل أصقاع السودان القابضات على الجمر.